وارتفعت حصيلة الأطفال الشهداء الذين قتلتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء العدوان على قطاع غزة في 7 أكتوبر إلى 2055 طفلا، إضافة لإصابات النحو 4992 آخرين، فيما قتل في الفترة نفسها 29 طفلا في الضفة الغربية. وحسب وزارة الصحة فإن هناك بلاغات عن نحو 830 طفل ما زالوا في عداد المفقودين تحت أنقاض المباني المدمرة، ما يعني أن العدد أكبر بكثير إذا كانت قوات الاحتلال تقتلنا عمدا حتى لا يكون هناك يوما صوت ينادي بحرية فلسطين. فالله خيرا حافظا وسينصرنا بإذنه. أصغر شهيدة في غزة، عمري 7 أيام، ولدت قبل بداية عملية الفتن الأقصى بيوم واحد، فكانت رحلتي قصيرة في هذه الدنيا. فالقصف لم يرحم أحد، لا كبير ولا صغير، وسرق حياتي البريئة قبل أن أعيشها وأعرف كيف تكون. فرحت عائلتي بقدومي ما دامت سوى أيام قليلة رغم القصف الإسرائيلي المستمر على غزة، حتى تم قصفي أنا وعائلتي وتنتهي فرحتي بهم وفرحتهم بي إلى الأبد. فقد ولدت يوم 6 أكتوبر 2023 وسجلت في نفس اليوم، وقتلت يوم 13 أكتوبر 2023، فأصبحت أصغر شهيدة فلسطينية. يوجد هذا الفيديو في قناة مانجر في الغربات. فقد منحني الله رؤية بشاعة العالم لسبعة أيام هناك، ثم ردني إليه طيبا. وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورتي التي سقطت في حرب فلسطين مدون على كفي اسمي وتاريخ ميلادي مع تاريخ استشهادي. ويستشهد عشرات الأطفال كل يوم وتنتهي أيام طفولتهم مبكرا، ومنهم من هز موتهم العالم كله لما تعرضوا له من قصف غشيم ووحشي، ومنهم طفلة القدس التي قصف بيتها وهي ما زالت تحمل في يدها قطعة الخبز. وعندما انتقلت لمستشفى المعمداني لتلقي العلاج تم قصف المستشفى في عمل بعيد عن كل معاني الإنسانية ومخالف لكل المعايير الدولية القانونية والأخلاقية، ليتم نقلها مرة أخرى لمستشفى الشفاء العادي. إذا كنت لم ترى القهر بعد، فقد قامت سيدة حامل في شهرها السادس بإبهاض طفلها نتيجة الخوف الشديد الذي عاشته جراء عمليات القصف على منزلها، وجاء خال الجنين يحمله بحثا عن مقبرة صغيرة يأوى إليها جسد الجنين، فوضعه في أحضان شهيدة فلسطينية. فقد منحني الله رؤية بشاعة العالم لسبعة أيام هناك، ثم ردني إليه طيبا. وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورتي التي سقطت في حرب فلسطين مدون على كفي اسمي وتاريخ ميلادي مع تاريخ استشهادي. ويستشهد عشرات الأطفال كل يوم. أقسم بالله صحيح، إذا كنت تحب الله اشترك في قناة مانجر وضع إعجاب للفيديو الآن، وإذا كنت كافرا فتجاهلني. أقسم بالله صحيح، إذا كنت مؤمن بالله ضع إعجاب لصفحة مانجر وللفيديو وشارك هذا الفيديو الآن، وإذا كنت كافرا فتجاهلني. يوجد هذا الفيديو في قناة مانجر في الغربات. السلام عليكم، إذا كنت تحب الله ضع إعجاب لصفحتي لكي أرى كم عدد محبين الله تعالى.
السلام عليكم، إذا كنت تحب الله دع إعجاب لصفحتي لكي أراك مع عدد محبين الله تعالى.